إجراءات أخرى كذلك فضلا على يعني إجراءات أخرى تصب كلها في تخفيف وزن المحفظة. هناك الكتاب النسخة الثانية للكتاب، هناك الكتاب الرقمي الذي وجب الحديث عنه، كل العناوين متداولة في النظام التربوي الجزائري، عناوين تاع الكتب المدرسية من السنة الأولى ابتدائي إلى السنة الثالثة ثانوي تمت رقمنتها، وسيعطى الكتاب الرقمي مجانا لكل أبنائنا في التعليم الابتدائي والذي يقارب عددهم بعنوان وبرسم هذه الدخول المدرسي 6 ملايين تلميذ. هذا بالنسبة للكتاب الرقمي. سيتم كذلك الشروع شرعنا، وسيتم استكمال عملية تجهيز 1629 مدرسة ابتدائية بلوحات رقمية لاستعمالها لتخفيف وزن الكتاب، وكل المناصير التنظيمية لهذه العمليات وكل التعليمات وكل التأطير قمنا بإرساله لمديريات التربية لحسن استعمال هذه الوسائل الذي كلفت كثيرا خزينة الدولة، لكن ما هذا بكثير على أبنائنا، والدولة تنفق مما لديها بسخاء على المدرسة الجزائرية ولم تتوانى يوما على التكفل الجيد والأمثل والآني بمستلزمات المدرسة والمدرسين والمتمدرسين على حد سواء.